ما لهذا وحده وجد حسين؟ فهناك بواعث أخرى في حياته تستحق الوقوف عندها. موهبة الرسم مثلاً التي يتمتع بها هي من اجتذبت الشاب الواعد وحولها إلى متعة وحب دائم. بداية الفكرة أرسم يعني شخصيات وغيرها، هذا بالفعل. على مدى 3 سنوات استمر حسين البوذيجي يرسم على أوراق المحارم أو ما يسمى باللهجة المعروفة مناديل الفاين، وتلك سنوات حاول فيها تكريس جهوده لموهبته المتواضعة التي ظلت حبيسة الأبيض والأسود، لونان صبغ واقع مدينة مخنوقة بالحرب والحصار. يعني حينما أرسم أنسى ضيقي، أنسى أي حاجة، أخرج من عالم إلى عالم من الرسم، الرسم خرجنا من عالم إلى عالم. أنهى البوذيجي دراسة دبلوم شبكة الحاسوب ويعمل في مطعم شعبي وسط مدينة تعز، إذ وجد كما يقول ذاته في الرسم، حيث يحاول التمسك بالعمل ليتمكن من مواصلة حياته بشكل طبيعي. في مسعى لتحويل الهواية إلى عمل دائم منتظم لم ينتظر طويلاً، فهو يحاول ملائمة الواقع بأدواته البسيطة، إذ وجد حسين بين أوقاته أثناء العمل مساحة قصيرة ليملأها بالرسم لكن على المناديل. الحفل هذا يعني واحد من أصدقائي بذل رسوماتي وعرضهم، خلوهم يجيبونا بعدين. يرى حسين أن الوقت لم يحن بعد لإقامة معارض، لكنه يكشف كيف رحب الناس به وكيف عرفوه عن طريق صديق له. وزع بعض لوحاته في أحد المعارض مما اضطرهم لاستدعائه للمشاركة.